فعندما نذكر الفن الشعبي القديم نذكر مبدعيه ومؤسسيه ومطربيه الأوائل، ويسعدنا اليوم أن نقدم عميد الموسيقى الشعبية الأستاذ الحاج محمد العنقة. وين تخلصني بالبارح يا
شافوش اليسرى من نزارة زادتني نظرة في الزين كان سدار تهلكية وحي من عن سلطان يتمنى نعطيك زاد حزني ريت بعيني حسان جاني فرخ شاد بسيني هلال هل معناوي سلطان هل لكني Thank you.
قبيل تتقف الحق وعلاش ما مشات بحال وصير ما من القراه والعطا زادو من شباس مفهدة قيمو فكناني لهداد لا مشات صنعت شطر حربي يدر طب حجمي دقاتي سطر معنة قلبي كاطبي من تعيني شلا يحصي لبي من تصاور بالظلم Thank you.
البيرندات والصفايات والحضارات والسلاق تتبع ضبيات والفسرطور. والجوامع بالمقصورات والطريات والصوامع بالصنعيات شغل منحو. والحياطي بالصربيات شغل مدبوح. عمل قصد عرصات بالخل ونواور وسجار عملنا مونيات ورخص السلسين وبيد القلوب. أبراك مع وزات كلهم يحون علوم العذاب المخلوق في ذنوب زيد اللطا وشبنها وصيد للعذاب المخلوق في ذنوب كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه كل شر كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه كل شر سميه طبيب النفوذ.